الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها المشاهدون الأكارم، فإنه يشرفنا ويسعدنا نلتقي وإياكم على مائدة كتاب الله عز وجل ضمن برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، وذلك لنتدارس بعض أحكام التجويد المتعلقة بالآيات الكريمات البينات من سورة التوبة، والتي تبدأ من الآية 16 إلى الآية 19. وقبل الدخول في التعليق على الآيات الكريمات، نستمع إلى قراءة مع الطالب محمد عبد الرحمن مختور برواية قالون، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وشاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. طيب، أنا أيضا بدوري سوف أقرأ المقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله،
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. طيب، بعد تلاوة هذه الآيات البينات نعيد ونكرر بعض الأحكام متعلقة بأول السورة، لأن هذه مهم استقرارها ومعرفتها. كما نبهت سابقا بأن سورة براء بأنها استثناء من الصور، ومعلوم أن القرآن قد نزل التنزيل برسم البسملة أول كل سورة منزلة، إلا لدى براءة من السور بالنسبة للبراءة هذه كما قال عبد الله: وقدرها اترك أوصيله، قدرها اترك أوصيله، معناه أن براءة حالة استثناء عدم ذكر البسملة قبلها. وحكى ابن بري الإجماع، قال: ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالة براءة. ونبه شارح المنتوري بأنه لا خلاف يعتد به أو لا خلاف يعتبر، وإلا فقد حكى الأهوازي إثبات البسملة في كتابه الإيضاح، وذكر بيت ميمون بن وكيل المصمودي الذي يقول: قد حكى البسملة الأهوازي في أول التوبة بالجواز، وجوزها ابن رشد في الألواح، وذاك قول منه اتضاح. طبعا ابن رشد في تجويزه عندما نرجع إليه نجد أنه هو القول نسبه إلى الإمام مالك رضي الله عنه، أنه حكي عن الإمام مالك عدم إثباتها في المصاحف أو مصحف الإمام، لكنها تثبت في الألواح، معناها في التدريس والتعليم. وطبعا هو وحكى أيضا صاحب النشر ابن الجزري حكى الإجماع، قال بأنه خالف لم يخالفه إلا من لا أقوال الشهادة لا يعتبر بها، هو مذهب من الشيطان معروف بأبي الفتوح. وإلا فإن المعتبر هو إسقاط البسملة. بعضهم أجازها في أجزائها لا في مستهلها، وطبعا هي ممنوعة في بداية السورة التي هي التوبة، لكن بما أن البسملة محمودة في أول الأجزاء فإن بعضهم أجازها في أجزاء براء. والذي به العمل ترك البسملة في براء، سواء في أجزائها وسواء في بدايتها، وطبعا سواء وصلت بالأنفال وسواء وصلت بسورة أخرى. وعلة الإسقاط، علة إسقاط البسملة مختلف فيها، بعضهم قال إنها جزء من الأنفال، وذلك للتشابه المواضيع، لأن الحديث الذي تناولت الأنفال والتوبة حديث متشابه، تحدثنا عن المنافقين وعن الجهاد وعن، ولذلك تشابه، ولذلك بعضهم يرى أنها جزءا من الأنفال. بعضهم قال بأنها البسملة منسوخة، بأن التوبة ربما تكون كانت قدر البقرة فنسخ منها الكثير، ومما نسخ في صدرها نسخ أيضا البسملة، البسملة نسخت مما نسخ منه من مما نسخ من من براء. وقيل إنها منسوخة طبعا بآية السيف، وقيل بأنها لم تثبت في المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف انتهاء السورة عندما ينزل، كما روي ذلك عن ابن عباس، عندما تنتهي السورة يأتيه البسملة، يأتي جبريل البسملة للفصل عند نهاية السورة الأولى وابتداء السورة الثانية، فيعرف انتهاء السورة وابتداء الثانية، يعرف انتهاء السورة الأولى وابتداء السورة الثانية. وهذا هو القول الراجح والذي رجحه الإمام الجزري في النشر في طي قراءة العشر، هو عدم إثباتها في المصاحف.
تنبت سابقا بانها هي عند المالك انها الفصل من السور التبركي، عند الشافعي انها جزء من كل سوره، بانها سوره من القران، والاخيره هو طبعا انها هي جزء من ايه من النمل، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي في المنتهى هي ايه من القران. طبعا نظم هذه الأقوال نظمها بعضهم بقوله وعلة الإسقاط قد اختلفا، فقيل أنزلت بسيف ألفا، وقيل إنها من الأنفال، وقيل بالنسخ بلا إشكال، وقيل لم ترد في رسم المصحف، فما لنا إلا اتباع السلف. وهي طبعا هذه السورة مدنية إلا الآيات الأخيرات منها، وهي كذلك عدد كلمها 2497، وعدد أحرفها 10887، وعدد آياتها 130 آية، ما عدا الكوفي فإنه عدها 129 آية. وطبعا بالنسبة لهذه الآيات ننبه أولا إلى بعض مهمة في قراءة القرآن، كما ننبه دائما مهم معرفة الوقف ومن تمام الحيق والإتقان كما قال الداني، معرفة الوقوف في القرآن على التمام وعلى الكافي الحسن وما سواهما قبيح فعلما، الذي حكاه الفاضل المرضي محمد بن قاسم النحوي. معناه أن ومعلوم طبعا من الأولى بالوقف الآيات، هذه الآيات هي من خصائص القرآن الكريم، وكذلك الفواصل فيها إعجاز القرآن الكريم، لأنها بمنزلة القرينة من السجع أو بمنزلة الروية من الشعر، وهي فيها حكم وإعجاز قرآني يعني الفواصل. وكذلك أيضا الآيات، لأن يعني القرآن الكريم جمله الآية وتدعى السورة، ولكن الحديث فيما برا إعجاز القرآن أن جمله تسمى الآيات، ولذلك الوقوف عليها على عكس ما هو ما ذهب إليه البعض، الوقوف على الآيات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. يقول الداني إنه حكى في المنبهة، في نظمه في المنبهة، بأن الوقوف على الآية والقطع في رؤوس الآية قد أتى رواية عن النبي المصطفى، القطع في رؤوس الآية قد أتى رواية عن النبي المصطفى. معناه أن القطع اللي هو الوقف عند رؤوس الآية معناه أنه رواية عن النبي المصطفى. يعني يقول والقطع في رؤوس الآية قد أتى رواية عن النبي المصطفى، وقد أتى يعني يقول وجب استعمال ما حكينا عنه وصح كل ما روينا، وقطع في رؤوس الآية قد أتى رواية عن النبي المصطفى، وجاءنا عن غير ما إمامي بأنها مواضع تمام، وجاءنا عن غير ما إمامي بأنها مواضع التمام، فصح كل ما روينا عنهم وصح. يقول والقطع في رؤوس الآية قد أتى رواية عن النبي المصطفى، وجاءنا عن غير ما إمامي من أنها مواضع التمام، وجب استعمال ما حكينا عنهم وصح كل ما روينا. هذا كلام الداني في المنبه، معناه أن الوقوف على الآية محمود، والوقوف وعلم الوقف من الأمور التي تنقصنا، الذي يستمع إلى الأئمة دائما في قراءة في الصلاة للأسف بعض منهم، فإنه لا يولي الوقف اعتبارا. ومعلوم بأن الوقف هو الذي من خلاله يمكن للشخص أن يستفيد، أو هو المعين على التأمل وعلى التدبر وعلى التفسير، لأن يعني مجرد وقف خاطئ يفسد المعنى. ولذلك الداني يقول ومن تمام الحلق والإتقان معرفة الوقوف في القرآن. يقول وقد نهى عن الوقوف بعضهم نهى عن الوقوف على المضاف وعلى المعطوف، ومثله المبدول والمنعوت، وشرح هذا فيه ما يفوت. وأصل هذا الباب قطبه الإعراب، من فاته فرقه الصواب.
معناه أن باب الوقف في القرآن الكريم هو باب من أبواب اللغة العربية، ومهم ومن أهم الكتب فيه، كل كتبه مهمة، لكن الداني يظل قدوة وأسوة في الوقف الابتدائي. ومصاحف المغرب العربي كلها هنا استقر عملها على وقف الهبطي، اعتبروا وقف الهبطي هو الوقف المعتبر. وكذلك وكان ينبغي للمصاحف الجديدة أن تراجع وقوفها الهبطي، لأن بعض وقوفه مرجوحة، ولذلك كان الأولى أن تراجع بعض وقوفه الهبطي. ونرجع إلى بعض كتب الوقف الأخرى كالمكتفى للداني، المكتفى في الوقف الابتدائي الإمام الداني، وكذلك أيضا منائر الهدى للأشموني، وكذلك القطع والاعتناف للنحاس، وغيره من كتب الوقف التي كان ينبغي للمصاحف المتأخرة الذين يشرفون عليها أن يراجعوا الوقوف بعض وقوف الهبطي. كما نبهت بأن وقوف الهبطي هي المتبعة في مصاحف المغرب العربي بشكل عام. فالوقف من علامات الالتزام، الوقف التام أو الحسن أو الكافي أو الحسن، هذا يدل على الإتقان ومعرفة القرآن. من تمام الحذق والإتقان معرفة الوقوف في القرآن على الكمال وعلى التمام وعلى الكافي الحسن، وما سواهما قبيح فعلما هل حدده النحوي، هل حكاه العالم النحوي محمد بن القاسم المرضي. عليه مهم مراجعة وقوف الإمام الهبطي، مع طبعا تمامه، مع أنه لا يوجد له قول، لا يذكر قول إلا وله وجه، لكن هنالك وقوف فيه مرجوحة تحتاج مراجعة. فعسى أولئك أن نبدأ بالتعليق على هذه الكلمات: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. تفضلي تفضلي غالي. مساجد الله شاهدين على أنفسهم، قربي شوي، ما شاهدين على قربي صوتك شوي، بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله لا يستوون عند الله الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك قال، الله يفتح عليك، رأى جيدة. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا، أن يعمروا يا عبد الرحمن شن حكمها؟ أن يعمروا إدغام غن، غن إدغام ناقص حروف يوي، تضام إدغاما ناقصا في إدغاما ناقصا. طبعا عند جمهور القراء ما عدا خلف عن حمزة فإنه يضمها إدغاما تاما. إدغامك التنوين في يوي يرى نونا وتنوينا وطاب تاجرا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله
طبعا مساجد الله هي قراءة الجمهور، مسجد بالإفراد قراءة ابن كثير، وكذلك أيضا ابن وردان عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد القراء العشر يقرأها بالإفراد بقول عنه بخلف عنه. تفضل يا مريم نفيس. نعم واصلي معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لمشرك أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. مساجد الله رمنا فيسا الكفر أولئك حبطت أعمال مساجد الله. ما كان لمشركين أن يعمروا مساجد الله أن يعمروا على أنفسهم بالكفر أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم أولئك حبطت أعمالهم إنما يعمرون مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جعلتم شقاق الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. جعلتم شقاق الحاج وعمارة المسجد الحرام جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب بارك الله فيك مرة نفس حسبك افتح لي. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. مهم الاعتناء بالمخارج والحفاظ على الأحكام قدر المستطاع، إن طبعا الأفضل تلاوة ما كان مرتلا مجودا. يقول الداني يقول قد نزل التنزيل بالترتيل من غير تأويل ولا تقييد لقد أتانا ظاهرا مبينا في قوله ورتل القرآن والحدر فاستعمله إن أردت متى أردت ومتى درست وقد أتانا الصان إلى خياره منهم أبو عمرو قتيل الداري وابن جبير وتميم الداري لكن على الترتيل حث الباري والفضل في الترتيل والتحقيق والحدر ما فيه إذا من ضيق لأن دين الله سهل يسر وقد أتى وما علينا إسر. معناه أن مهم حد يسدد ويقارب حتى يأتي بالترتيل فإن لم يستطع فبالحدر، ولكن إن كان متتعتعا أو مبتدئا فإنه يؤجر القرآن قارئه لا يخيب. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. نبهت بأن ابن كثير يقرأ ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله بالإفراد أو بالتوحيد
وكذلك أيضا من الوردان في رواية عنه عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد العشر يقرأ أيضا بإفراد. تفضلي تفضلي فاطمة. السلام عليكم. تفضلي اقرأي. أعوذ بالله صوتك لفوق افتح لي. الشيطان الرجيم. وما كان المشركون. لا زيدي صوتك شوي. نعم. وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وهم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من لله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طيب بارك الله فيك. جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسترون عند الله الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله. صدق الله العظيم. الله يبارك فيك. خير جيد. الله يفتح عليك. تفضلي تفضلي. هذا الاسم اقرأ. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. واصلي. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين اسمع. الله يبارك فيك. قرأ جيد. الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر على أنفسهم. شنو حكمه المداش؟ مد منفصل. حكمه شنو؟ حكمه ست حركات عند ورش. هي قانون قانون فصل حركتين وجهان
ايش هن؟ خلوا عن قانونه في المنفصل. طبعا هو إن قال المد المفصل وإن قالوا مد الجائز، إن قالوا الاعتبار وإن قالوا البسط. قال عبد الرحمن القاضي يقول بسط والاعتبار والفصل نقل، وجائز اسماء المد المفصل، وجائز اسماء المد المفصل. تفضل. عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يا دين. سيد أحمد عيد عيد الصورة سلمى. عيدها. نعم. عيدها. عيد قل يا أيها الكافرون. نعم شيخ. اقراها مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارك الله فيك، قراءة جيدة، الله يفتح عليك، قراءة جيدة. يقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم. كيف نبهت بأن هذا مد منفصل والمدود مهم، كيف نبهت مرة بأنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كانت تسمى قراءة المدي، ومذهب الجمهور بأن جميع صور قراءة النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على المد، قراءة المد. لكن يقول الداني يقول: قد نزلت وصف الصدر قراءة المصطفى ونعتها بنعوت شتى، منها قراءة المد والتقطيع ومقرأ الترجيع الترديد والترجيع. وقد ذكروا من أنه قد كان يخفي ويعلي صوته أحيانا، أما قراءة المد فهي تروى عن أنس وعن علي تحكى، ومقرأ الترجيع قد حكته هند عن النبي روته، ومقرأ الترديد قد رواه ابن مغفل كما حكاه. كل هذا في مصنفاته فيها مسطر عن الرواة. معناه أن المد من أحكام التجويد المنتشرة انتشارا في القرآن الكريم، وقد كان قراءة ابن سلمة تسمى قراءة مدي. فالحفاظ على المد من أركان التجويد، حافظ على مقداره. ذاك قال ميمون: حافظ على مقداره فمن خرج عن حده أربع وظل في حرج. لأن لقراءة لمد لقالون مقدار، ولورش مقدار المد، ويختلف أيضا رواتهم في مقدار بعض طرقهم، كيف محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني يقصر المد المفصل لقارن لورش، وكذلك أيضا محمد بن هارون المروزي المعروف بأبي نشيط يمد المد المفصل ل يمد المد المفصل لقارن. قال من حافظ على مقداره فمن خرج عن حده أربعة ولا في حرج. والمد المفصل بالنسبة لابن كثير والسوسي يقصرانه قولا واحدا، عنده فيه وجه واحد وهو القصر. بالنسبة للدوري وقالوا لهم فيه وجهان، ذكره الشاطبي يقول: هي ينفصل القصر بادر طالبا بخلفه ما يرويك درا ومخضلا، يرويك درا ومخضلا. بالنسبة لحمزة ورش يمدانه ستا، طبعا عن طريق الأزرق وعبد الصمد العتاقي. بالنسبة لورش يمده ستا عن طريق الأصبهاني يقصره
الطبيعي بالنسبة لقانون كغيره قانون يقصره على وجه ووجه يمده، وبقية القراء طبعا يشبعونه 4 حركات، إشباع يعني القراء ما عدا حمزة وورش 4 حركات في المد الواجب والمد المفصل، مع ذا المد اللازم يتفق عليه جميع القراء 6 حركات. و ما كان المشركين على أنفسهم، على أنفسهم بالكفر، أنفسهم بالكفر، طبعا ميم هنا مخفية من قبل الباء، ولا أنفسهم بالكفر أولئك، أولئك حبطت أعمالهم، هاي أولئك هاي هم مد أنت متصل واجب، هذا مد متصل واجب، هذا لا يهمله أي مقرئ أي قارئ، جميع القراء يعملانه لا يهمله أحد منهم، وإنما يختلفون في مقداره كي ينبه. جمهور القراء 4 حركات، بالنسبة لحمزة وورش 6 حركات، وبالنسبة للمد المفصل نسيت ذكرت من لحفص فيه وجه بقصري ذكره من الجزري ولم يذكره الشاطبي. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، أولئك هذا هم مد واجب، حبيطة أعمالهم، حبيطة أعمالهم هذه حركة الهمز دائما لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المفصل. مع ذا كتابية إني فإن عبد الصمد العتقي روى عن ورش نقلها كتابية إني، لكن الأصبهاني ويوسف أبو يعقوب الأزرق يسكنها إلى كتابية إني، هذا هو اللي به العمل أيضا عندنا. حبيطة أعمالهم كيف دائما ننبه لك، يقسموا يجمعوا يدبروا إذا أنتم يوحيتوا يمر، حبيطة أعمالهم وفي النار هم خالدون، وفي النار، في النار هذه شنو حكمها عند ورش؟ عشان إمالة، ها؟ إمالة، إمالة بلا خلاف، إمالة لأجل الرأي هذه يميلها ورش بلا خلاف، النار هذه والجاري ما له ورش من ذوات الياء الراء في الافعال والاسماء نحو رأى بشرى وتسترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى والخلف عنه في اريكهم وما لا راى فيه كاليتامى ورمى، يعني يقول بعد كالديري والابريري والوجيري تفضل 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 يا توتو تفضل يا ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. الله لا تبارك الله فيك قراءة جيدة الله يفتح عليك. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار كيف نبت كالداري والبراري والفجيري، المهم بأن الإمالة التي قبل الرأي يملها ورش دائما بلا خلاف، جاري لكن في خلف جاري
طبعا معروف من الأسباب لمال عند ورش منها لمال ايش للراء، ما لا ورش من نبات الياء إذا الراء في الأفعال والأسماء نحو راء بشر، ما ورش كل ما في الباب لسبب من خمسة أسباب، وهي انقلاب ألف عن ياء وشبه به وقصر جائي، ثم الإمالة لأجل الراي. أسمع معناها أن هذه الناري والديري والبريري وما جرى مجراه يميلها بلا خلاف. لكن فضلت أعمالهم في النار هم خالدون. طبعا إمالهم عند ورش هي ما هي إمالة كبرى. ورش جميع الباب كانوا مقللة التقليل. لا تقول النار ذاك عاد الإمالة الكبرى. النار تو. وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله. إنما يعمرها إنهن هن حكمها غنى، هي الغنى لأنها مشددة، لأنها مشددة. والميم والنون حيث شددتا فهمة غنى هي قاعد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن هي طبعا حركة الهمز دائما لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل الفصل. وطبعا من آمن هذه هون حكمها عند ورش مد إبداء الحكم شنو؟ إبدال الهمزة على الصاد. حكم مد الإبداء لورش فيه ثلاثة وجوه، التوسط الإشباع القصر. وما بعد همز ثابت ومغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. لكن قال تفصيل عقد الدرر واقصر كآمن وشيء وفي طال ورشهم وفي مختار واستطال اللي به العمل والمختار هو التوسل. ويقول ابن بري بعدها تغيرت فاقصر مع ورشين توسط ثبت. طبعا إلا مستونية إذا كان قبل الهمزة سكونة صحيحا متصلا فإنه يقصر كيت القرآن وظمآن ومسؤولا ومذؤوما. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من آمن بالله واليوم الآخر، يوم الآخر هذه أيضا هذه لام التعريف أو لام تعريف، لام التعريف بالنسبة لورش ينقل حركتها، حركة الهمزة ينقلها إلى لام التعريف المتصل بها نحو الأرض والفكي والأنفال والآخرين والآفلين وما جرى مجراهما. يوم الآخر، وطبعا هنا يجري عليها خلاف المد الآخر. الآخر ها مد إبدال وفي آخر المطاف مد إبدال. الآخر أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يوم الآخر وأقام الصلاة، يوم الآخر وأقام الصلاة. الصلاة هذه واضحة لك إلا منهم ورش طريق عبد الصمد الساقي وفخمها. لكن الأصل أخوها والله فتح طعن وضعن وطعن حركة بفتح قلب وناس الله وفي الأصل الذي هو التقييم، وما لم يرد في قاعدة التقييم يرجع الأصل الذي هو بالنسبة للراء. الراء الأصل فيها التفخيم، والراء واللام الأصل فيها الترقيق. يعني اللام كل ما لم يذكر هنا أنه مفخم يبقى على الأصل الذي هو التفخيم والترقيق، والراء كل ما لم يذكر في أنه مرقق يبقى على الأصل الذي هو التفخيم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، طبعا هاي وآتى هاي إبدال واضح في التثليث مثلث لورش. وآتى هاي أيضا هذه آتى في حالة الوقف يميلها ورش بخلف عنه.
لأنه الخلو عنه في أريكهم وما لا رأى فيه، كل ما لا رأى فيه ورش يميله بخلو عنه. وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. طبعا الزكاة معروفة هي أخواته مناته ومشكاته، معروف منهم يعوضوا، يكتبان في المصحف بالواوي، ولكنهم يقرآن هكذا، لأن هنالك واو للتعويض تسمى واو التعويض، تعوض. أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. فعسى هاي شنو حكمها؟ فعسى هذه يميلها ورش بخلف عنه لأنه لا رأى فيها. في قاعدة قبلها عندك كل ما لا رأى فيه يميله ورش بخلف عنه إلا ما ورد في قواعد أخرى كتواتلية عند رؤوس الآية ونحو ذلك. عسى أولئك، فعسى هاي هون مد منفصل، أولئك مد متصل، الأول فيه خلاف والثاني متفق عليه. أن يكونوا من المهتدين، أن يكونوا هذا أن هنا قبل الياء مضمة إضاما ناقصا مع الغنة، شددهما من بعد النون المقطعية وبعد تنوين قراءة فاعل. أن يكونوا من المهتدين، أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. أجعلتم سقاية الحاج، هذا المد شنو حكمه؟ المد لازم. شنو هو حده؟ حده ست حركات، ست حركات عند جميع القراء، نافع جميع القراء. كحادة والدواب مضامة، ينقسم إلى أقسام، مد كلمي وحرفي و إلى آخره. المهم المد المفصل يمد جميع القراء، معنى هذه المد اللازم يمد جميع القراء ست حركات، نحو محياي ونحو حاد سواء كان مثقلا أو مخففا، ونحو الدواب إلى آخره، ونحو الحاج وعمارة المسجد الحرام. أجعلتم سقاية الحاج، هاي في حالتك وقفت على الحاج تكون هنالك قلقلة كبرى، كبرى، لأن حرف القلقلة مشدد، والجيم حرف قلقلة، حروف القلقلة قضب جدا. خمسة، هما حروف القلقلة مبينا سكونها للنقلة. فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. سقاية الحاج وعمارة، عمارة طبعا الجمهور يقراها عمارة، إلا ابن وردان عن أبي جعفر له وجه بالإفراد، عمارة هنا عمرة المسجد الحرام، جعلت سقاية الحج وعمرة المسجد. طيب طبعا يقرأ وجه لابن وردان عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع. بما أن الوقت وشك على النهاية، نختم هذه الحلقة بقراءة مع الطالب عبد الرحمن. تفضل اقرأ برواية ورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بهذه القراءة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلها في ميزان حسناتنا ويكتب أجرها وثوابها لكل من شاهدها أو سمعها أو ساهم بإنجازها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل